اصبر يا حبيبي اصبر، ايش فيك انت مستعجل؟ ريحه الدمن. استياء جماهيري من نجمة تيك توك قعيد المجد وخسارته ل 110 ألف دولار في ساعة. وإن أخطيت تراني ماني معصوم على الخطأ، أخطي. فالتمسوا للناس العذر، ترى إحنا نخطأ. أنا بقرب سكة جديدة. وكيف تواجه ميس لين وشقيقتها ميس حمدان الانتقادات؟ إحنا بنهزر بنبسط مع بعض إخوات في البيت. ودنيا بوتازوت ترد أولاً بعد انتشار خبر اعتزالها. أعداء كيتمنوا لك ماشي الغرق ولكن كيتمنوا لك الموت. بين التمثيل والغناء، ما الأسهل عند عباس جعفر؟ بس لما تكون مثلك مثلهم هذا بيكون شيء كتير هي. وهل خذ الكاظم الساهر نجاة الرجوي؟ للأسف كنت منه لكن وتألق نجمة إكس فاكتور رجاء قصابني. تم اختياري لتكريم وردة في بيروت. وأخبار من كل أنحاء العالم الليلة على تلفزيون الآن، معي أنا فهد الهاشمي وأنا آلاء الحلبي. مساء الخير مشاهدينا السعداء بلقائكم من جديد، وهذا الأسبوع مليء بالأحداث، والبداية مع نجم التيك توك السعودي الشهير قعيد المجد الذي أثار غضب جمهور كبير على السوشيال ميديا متهمينه بالإساءة وإهانة شخص أراد أن يهديه ذبيحة بعدما شاركه اللايف بفرحة على حسابه. مئات الآلاف من المتابعين يا فهد انسحبوا من حساب قعيد بعدما حصل، إلا أنه تم اختراق حسابه الرسمي وسرقة مبلغ 400 ألف ريال سعودي منه، أي ما يعادل 110 ألاف دولار. أرحب أنت قعيد؟ لا ولد أخوه. بهذا البت على تيك توك انقلبت الحياة الافتراضية لقعيد المجد رأسا على عقب، فهو استضاف شخص يدعى نايف الشراري الذي كان على ما يبدو في منطقة خارجية كمزرعة أو ساحة فضاء، وأصر على أن يهدي قعيد ذبيحة تكريما لاستضافته له. والله العي العظيم من عشان دخلتك معي قشت، انت عرفت علي ولهنونا الموجودين. تسمع؟ اسمعك اسمعك. والله العظيم غا تموت ذبيحتك عشان ضيافتك دخلتك يا عيب قشت. إلا أن طريقة قعيد المجد في تعامله مع الضيف لم تعجب الأغلبية من المتابعين بعدما قال أنه مشغول بالتغزل بإحدى الفتيات. يرخفوا بالتفتحين. دقيقة دقيقة قاعد تغزل اصبر. يرخفوا بالتفتحين. أخلصي أحبك. اصبر يا حبيبي اصبر، شيك أنت مستعجل؟ ريحة الدمن. وبعد الهجوم عليه وجه الكاميرا نحو أسفل البناية التي يقطنها وقال: هذا أنتم وهذا أنا، أنت الموضوع لا تحاولون تزعزعون تسوون شوشة، أنت قاعدين تسوون إزعاج والشارع فاضي. وبعد هذا التصرف ألغى مئات الآلاف متابعته من تيك توك، لدرجة أنه تم اختراق حسابه وسرقة مبلغ 110 ألف دولار وهي الأرباح التي جناها من بعض لايفاته. هذا تبدلها الهكر وعلقت معه بعد ما دعم 7 مليون نقطة، بقت 3 مليون نقطة معي. الشركة تقول ما ترجع فلوسك. ليسترجع فيما بعد حسابه ويعتذر من متابعيه. وإن أخطيت تراني ماني معصوم على الخطأ، أخطي. أنا ماني بنبي ولا أنا إنسان، أخطي مثل أي إنسان. علموني إن أخطيت، علموني. مشاهير على نفس التطبيق دافعوا عنه، من أبرزهم التيك توكر المغربية دعاء التي يتابعها حوالي 8 مليون متابع. فالتمسوا للناس العذر، ترى إحنا نخطأ. أنت ملاك، أنت اللي في الكومنت، تفكر نفسك ملاك؟ ما عمرك ظلمت أحد. والله أنا الرجال أنه سلي وأنه اعتذر وأنه بعد اعتذر بجوال، وأنا والله أني قبل أني ماني حسب خطأ منه سويتك عيد هذي، أنا ماني حاسبها خطأ. فعلا الجمهور السعودي يا بيطلع الشخص يا بينزله، وقعيد الظاهر يعني ما كان يقصد الإساءة وتأسف، وسلوكه أكيد سيصبح مسؤول عنه.
أكيد. وفهد طبعاً على سيرة تيك توك، أنت صار نشيط على تيك توك وبينزل فيديوهات وبيعمل لايفات كمان. كذلك هذه الفترة يعني صرت أعمل لايفات، هو التطبيق يعني ممتع، وتستنوني لايف قريباً وألا لازم نجيبك لعندنا. فهد عم يقنعني طبعاً، وقريباً أنا كمان حفوت، وأول لايف أكيد حيكون معك فهد. وطبعاً مي سليم وشقيقتها ميس حمدان كذلك نشيطتين على تيك توك، وفيديوهاتهم عم بتحقق انتشار كبير. وسألنا مي سليم كيف تواجه بعض الانتقادات التي تلاحقها في هذا التطبيق. ما بنحطش في دماغنا اي انتقادات، لان احنا مبصش اصلا على الانتقادات، غير لو انتقادات بناءة طبعا بتبقى على راسنا من فوق، لان راي الجمهور في الاول وفي الاخر فوق دماغنا. يا حلوة يلا يا طعمة باي باي. فهكذا تظهر مي على تيك توك. احنا بنعمل حاجات التيك توك دي كلها حاجات فور فون، يعني مش حاجة يعني بالورقة والقلم، احنا بس بننبسط مع الجمهور وبنقدم حاجة دمها خفيف. واحيانا برفقة اختها ميس حمدان. مانيش داخل السين، لا انا بجرب سكة جديدة. احنا بنهزر بننبسط مع بعض اخوات في البيت وبننبسط، وبعرف بقى في روح لذيذة دمها خفيف كده. كما شاركت مي في رمضان الماضي مع ليلى علوي في مسلسل دنيا ثانية. انا سعيدة جدا جدا جدا، انا بشتغل مع مدام ليلى ودي تاني مرة بشتغل معاها فيها بعد هي ودافنشي. فعلا في كيمياء حلوة جدا، بعمل معاها شخصية لذيذة جدا مختلفة. لكن مي كانت شخصيتها شريرة والناس صدقت ذلك. أهم حاجة الناس ما تصدقش، والله العظيم عايزة أقولك أن في ناس بتيجي تقولي هو أنتي عملتي الدور ده، إحنا بنكرهك، إحنا ما عرفش إيه يعني. ربنا يستر يعني ما تكرهش قوي. يمكن السنة اللي فاتت كنت عاملة في لحم غزال طيبة قوي بزيادة، الناس كانت بتتضايق من طيبتي. طب السنة دي قلنا بقى نعمل شريرة بقى عشان يبقى في اختلاف. بس مي سليم هي أردنية الأصل وشاركت لأول مرة في مسلسل أردني، فهل تأخرت هذه الخطوة؟ لا والله ما تأخرتش خالص، هي كل حاجة بتيجي في معادها، وأنا سعيدة أن أنا بشارك السنة دي في مسلسل مهم في نجوم الوطن العربي كتير. سعيدة أن أنا بشارك في عمل أردني طبعا، لأن هي بلدي الأردن، كنت مستنياها والله، لكن هم افتكروني دلوقتي، وأنا سعيدة جدا أن أنا معهم بشاركهم، وبقول لهم يا رب دايما في أعمال ناجحة ومتقدمين، ونعمل أعمال حلوة ومختلفة. خلو يعملنا بداية ميل لجمال. آخر أغنية أصدرتها مي كانت من 3 سنوات، فمتى ستعود للغناء من جديد؟ مش عارفة أعمل إيه، كل منوي أعمل حاجة والله العظيم، فجأة نويت كورونا جت راحت مكومانا كلنا في البيت، نويت معرفش إيه، دخلت مسلسل اضطريت إن أنا أبعد شوية عشان اتشغلت جداً، لكن ان شاء الله ان شاء الله الصيف ده صيف 2022 ان شاء الله يعني باذن الله يكون في اغنيه سينجل. ابنه مي ترافقها دائما. والله العظيم بقت منتشره اكتر مني. I love you. فهل ستدخل مجال التمثيل ام الغناء؟ والله ما هقدر احدد ده، هي لسه صغيره يعني 10 سنين، فيمكن ما اقدرش احدد ده غير لما تكبر وتبقى متاكده ان هي حابه المجال، حابه سواء مجال الغناء يعني قصدي موهبتها تبان اكتر، لكن هي بتيجي معايا الفتره دي اللوكيشن وتبقى مبسوطه قوي، بتقولي ده حلو، لا انت ما عملتيش ده حلو، المشهد ده عملتيه حلو، لا انا ده ما كنتش حلو، يعني بتبقى اكتر من المخرج. قلت لها ابعدي عني، انت جايه هنا عشان تطلعي عيني. قلبي بعدك فعلا. فهد ذكريات كتير حلوة مع هالأغنية، ومي سليم ستستأنف تصوير أحدث أعمال السينمائية والذي يحمل اسم ضرب نار، والفيلم سيعرض بعد إجازة عيد الأضحى، وستجسد فيه دور فنانة مشهورة تواجه العديد من المواقف الكوميدية. أما نجم الكوميديا عباس جعفر فعرض أمس فيلمه بعنوان طرف ثالث من بطولته وفؤاد يمين وسارة أبي كنعان وغيرهم من النجوم. ومن With the Stars عباس جعفر يخبرنا عن دوره فيه. Thank you for the lovely evening. You speak English. شو؟ الدور هو اللي بيكون بالضيعة وبينزل على المدينة وبيصير فيه مثل مسؤولية علي أنه يقسم مصاري ويكون عم يتعلم او يتعود على ناس هو يعني ما بيشبههم. رح بيكون في كتير مواقف بضحك. اسمك مثل اسم ساندويش كتير بحبها. ف
كذلك أصدر عباس جعفر أغنية بعنوان رد شعراتك وهي من الفولكلور الأردني، وسألنا عباس ما هي التجربة التي يجدها الأسهل، الغناء أم التمثيل؟ لو رد شعراتك رد عراتك أسهل بعتقد أنك تغني، كتير صعب أنك تضحك العالم. ما شاء الله عليكم ما تكون سهل ما بيرويكم، وكتير صعب انك تضلك رايق كل الوقت لحتى تكون قدران انك تضحكهم، وكتير صعب انك تفهم هني شو بدهم، بس لما تكون مثلك مثلهم هذا بيكون شي كتير هين. شو هو الدم المصاري اهاري، وانا عم حاول ضلني يكون مثلي مثل كل العالم، فعشان هيك بحس هذا الشيء انه عادي صار مثل منه وفيني. خلي شعراتك لراسي ما خده. هلا عم نغني شيء للتراث الأردني رح بينزل بسبعة شهر كمان، ردي شعراتك، ولأنه معروف كتير أنا بلبنان، فإن شاء الله يا رب هيك بيكون شيء حلو. ردي شعراتك رد عرادك. كل التوفيق لعباس، والفيلم إن شاء الله يحقق نجاح كبير إن شاء الله، واللي حققت نجاح كبير رمضان الماضي هي دنيا بوتازوت، واللي تصدرت عناوين الصحافة بعد خبر اعتزال التمثيل واللي نشر على حسابها على إنستغرام، وطبعا كان خبر صادم للجمهور. ودنيا بوتازوت حصريا من مع النجوم تنفي خبر اعتزالها، وأكدت أنه تم اختراق حسابها على إنستغرام. مساء النور فهد، نتمنى انك تكون بخير. كيف قلت لك تم اختراق حسابي للاسف من طرف اللي غنسميهم انا الاخوه الاعداء، ناس اللي كتحسبهم جزء لا يتجزا منك ولكن هما في الاصل اعداء، كيتمنوا لك ماشي الغرق ولكن كيتمنوا لك الموت باش انك شاد معهم بلاصه في الدنيا. هكذا ردت دنيا بوتازوت بعد انتشار خبر اعتزالها الذي كان مصدره حسابها على انستغرام، وجاء في ستوري: شكرا لكل من دعمني، وشكرا كثيرا لكل من اذاني، فقد انتصرتم في الدنيا ولكن عند الله تلتقي الخصوم واللقاء قريب. وختمت رسالتها بالقول: هنا تتوقف مسيرتي واعلن اعتزالي. لتبدأ التكهنات عن سبب هذا القرار، وكثر أبدو حزنهم على هذا الخبر، ودنيا توجه لهم رسالة من مع النجوم: شكرا لفانز دياولي العسي، مسألة أطرت فيا وبكيتني بزاف، لأنه بزاف ديال الناس صيفطولي وبزاف ديال الصفحات والهاشتاغات اللي ما تمشيش، والله العظيم هذه مسألة فرحتني، وربما كان خاصها توقع في هذه القيتة هذه باش نعرف بأنه بصح كاين الناس كيبغيوني أكثر من هذوك اللي ما كيبغيونيش، فشكرا لكم بزاف بزاف. إلا أن جمهور كبير استاء من الممثلة سامية أقريو التي نشرت أنا اعتزلت، وستوري آخر اعتزلت الغرام، واعتبر جمهور كبير أنها سخرت من دنيا لتحذف ستوري. لكن دنيا وربما ردا عليها نشرت أغنية ملكة على عرشي، وكتبت: الإشاعة بيّنت لي الصديق من العدو والحسود والحقود، وأنا لم أعتزل الغرام، لازلت أحب وحبيبي يحبني. نهاني على صاروخ عطيتيا كدي على الضحك. وهذه رسالة من دنيا لكل من يحاربها. تزيد نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، لأن اليوم دنيا وغدا آخرة، يعني حاولوا أنكم تعملوا الآخرة ديالكم أكثر من الدنيا ديالكم. الحمد لله سعيدة في زواجي، ونهار ربي غادي يكتب عليا شي حاجة خيبة راه ربي اللي غادي يكتبها عليا ماشي نتوما. وحيا مولانا وفيك رجع وفيك دوانا. فعلا فهد الساحة المغربية والعربية بحاجة لفنانة مثل دنيا بوتازوت، والله يهنيها يا رب مع زوجها. أمين وتحية كبيرة ليهم. أما زواج نسرين طافش فلحد الآن ترند على السوشيال ميديا، بعدما أعلنت نسرين عن الخبر مرفق بصورة مع عريسها وهو الدكتور المصري شريف شرقاوي، ويعمل طبيب أسنان ومعالج بالطاقة كذلك.
اختار بارك وهالزواج رغم انه تعرضت هي والعريس للتنمر على السوشيال ميديا. للأسف ويمكن مجديد على نسرين تنمر، ولكن العريس طبعا هذه ضريبة الشهرة، ولكن الله يهنيهم مع بعض. شو بتقول نجمة بالسوري؟ نحن بنقول فهد زواجة الدهر. اوكي، احنا بالمغربي الله يكمل عليهم بالخير. امين يا رب. والان مع اخر خبر، شاكيرا تهدد بنشر غسيل جيرارد بيكي، أبرز عنوان متداول في الصحافة العالمية، وذلك في إطار محاولتها الحصول على حضانة طفليهما في فصل جديد من الصراع بين الطرفين بعد انتهاء علاقتهما التي دامت 12 سنة ونتج عنها طفلان. وقالت صحيفة الناسيونال الكاتالونية أن شاكيرا ستقوم بكشف جميع الأسرار التي من شأنها أن تضر بيكي وتمنحها موقف القوة للحصول على حضانة الأطفال، كونها تنوي مغادرة إسبانيا والاستقرار في ميامي الأمريكية، وهو ما يرفضه اللاعب. كما أن محامو شاكيرا يحاولون الوصول إلى اتفاق مع بيكي يجنب الطرفين الوقوف ضد بعضهما في المحكمة، لكنهم يعملون في ذات الوقت على تهديد بيكي بكشف كافة الأسرار التي تضعف موقفه في القضية. وختمت الناسيونال: بيكي سيواجه عدو صعب وهو شاكيرا. واو، احنا منتظرين، يعني ما بعرف شو رح يصير، بس اكيد شاكيرا قوية. كذلك انفصال مفاجئ لسينام أنسال والممثل المسرحي كيفانج كيلينيتش بعد 4 سنوات من المواعدة، والخبر صدم الجمهور الذي كان ينتظر زفافهما. لكن فانز إبرو شاهين كانوا سعداء بعد زواج اللي أقيم مؤخرا من لاعب كرة السلة جيدي عثمان بعد علاقة حب استمرت 2 عامين، رغم أن البعض اعتبر إطلالتها كعروس عادية، كانوا متوقعين إطلالة أجمل خصوصا أن سبق ومثلت دور العروس. صحيح. ألا كما هكذا ظهر إلهان شان مع حبيبته بنارجو الكبان في الحفل الغنائي للممثل إزجان دينيز. وحفل غنائي في المغرب أيضا جمع نخبة من النجوم الذين اشتهروا ببرامج المواهب مثل الفائزة بلقب إكس فاكتور روتانا رجاء قصابني، نجوم ذا فويس نجاة الرجوي، رباب ناجد فهد مفتخر، ونجم فنان العرب محسن صلاح الدين وآخرون. وطبعا كاميرا وذ ستارز كانت في الحفل، واستغلينا الفرصة لنسأل نجاة الرجوي عن الديو الذي وعدها به كاظم الساهر، لكن الرد كان صادم. لا تعليق. قيصر وعدني وعد أنه يقدم لي أغنية من كلماته ألحانه وإنتاجه إن شاء الله. فسبق وأعلنت نجاة الرجوي عن أغنية سيقدمها لها كاظم الساهر، ولكن لم تبصر النور لحد الآن. ونجاة تقول أنه لم يفي بوعده لها. لا تعليق. لا كنت نفذ الوعد، كنتوا غتسمعوا الأغنية. ما كانش ما تنفذ. لا. لا للأسف. فنجاة كانت متألقة في فريق كاظم في The Voice من 6 سنوات، وغنى معا في مهرجان موازين. كنت منها، لكن هو خلف الوعد ديالو. وبعيدا عن هذا العمل، هذا ما تحضر له نجاة الرجوي. ان شاء الله كاينه اغنيه غتنزل، احنا غنساليو لتا وغندنا التورناج ديال الكليب ان شاء الله. اغنيه من كلمات محمد المغربي، الحان مهدي مزين، توزيع مدارة وطريق حجيلي. كنتمنى ان تنال اعجاب الجمهور المغربي. وطبعا ألاء نجات من أهم الأصوات العربية، وإحنا أكيد في انتظار جديدها. أكيد فهد. ورجاء قصابني تألقت أيضا في الحفل الضخم اللي أقيم بالمغرب، وهذا شعوره بعد نهاية الحفل. مشروع غنائي ضخم لمزج الثقافات والحضارات ما بين المشرق والمغرب ودول أوروبية، لأنه كان يعني المسرح حافل بأغاني تركية، أغاني مصرية، الفريد أطرش، كانت وردة حاضرة جزائرية يعني بكم كبير، وأكيد أغاني مغربية. فهذا المشروع كنحيي القائمين عليه،
اكيد، وكنحييهم على هذه المبادره. ان شاء الله كنتمنوا دائما نكونوا عند استحسان الجمهور، وكنتمنوا حضيتوا معنا سهره ممتعه. رجاء رجعتنا الأيام إكس فاكتر على روتانا بعدما فازت باللقب واشتهرت بإتقانها لأغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية التي قالت لنا أنها من عشاقها. أنا من عشاقها أكيد، الناس كتعرف هذا الشيء، وحتى في البرامج الهوات كنت كنقدم دائما بأغنية على عيني أو أغنية لو سألوك ومدلات كلها. هي مدرسة كبيرة وفنانة يعني ما شاء الله، خلت لنا يعني أرضية خصبة فين نتقدموا فنيا، وهو فن راقي، والفن راقي دائما تكون في القمة. فرجاء في برنامج إكس فاكتر في نسخته الأولى على روتانا كانت تغني لوردة. ووردة قيد حياتها كانت معجبة بأداء رجاء في البرنامج لتكرمها بعد رحيلها باختيار من عائلتها. باختيار ابن ديالها دكتور رياض في لبنان، تم تكريم وردة، يعني تم اختياري لتكريم وردة في بيروت بحضور يعني منتجين مثل محسن جابر، جمال فياض كإعلامي كبير، لبلبة. كان تبارك الله حفل كبير، وكان لي الشرف أنه تم اختياري يعني ترشيحي لأداء وتكريم يعني وردة الجزائرية. بالفعل فهد صوت رجاء كتير حلو، هي كمان كتير حلوة، وكمان في شبه بصوتها للفنانة وردة الجزائرية. صحيح، ومن حوالي الشهرين كانت الذكرى العاشرة لرحيل الفنانة العظيمة وردة، وكذلك يوم 22 من هذا الشهر هو ذكرى ميلادها، فالله يرحمها. أمين يا رب. وكذلك هذا الأسبوع يصادف عيد ميلاد آلاء، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير فهد. حقيقة احنا عاملين لك مفاجأة بسيطة، ان شاء الله تعجبك. ثانك يو جيمي، شكرا جزيلا. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش، شكرا كثير فهد. شكرا يا آلاء، شكرا يا جيمي، شكرا يا آلاء. هابي بيرثدي آلاء. شكرا كثير. شو أمنيتك العام الجديد؟ فهذا اكيد كلها يعني عندي كثير كثير امنيات ما بتختصر بامنيه واحده، اول شيء الصحه والعافيه لإلي ولعائلتي، ثاني شيء اكيد اكيد النجاح على الصعيد المهني دائما ان شاء الله. يا رب الله يحقق كل امنياتك. الله يسلمك. وعلى انغام اجمل اغاني ورده نختم مشاهدينا حلقتنا اليوم، شكرا على حسن تتبعكم لينا، وشكرا على كل تعليقاتكم المليئه بالمحبه. تحيه مني انا فهد الهاشمي، وانا آلاء الحلبي، الى اللقاء. يلا طفش بقى. ساعات بتمنى اني اشوف او حتى اشوف من